السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بمتابعين برنامجنا الجديد، برنامج عراق جي تي. بداية موسم نارية، وتجربتنا راح تكون بإذن الله مع الام جي ار اكس 8، أكبر سيارة اس يو في من الصانع الصيني ام جي. خلنا نبدأ معاكم الحلقة، حلقة دسمة مليئة بالمواصفات وإن شاء الله مليئة بالأكشن. موسم ناري بإذن الله يعجبكم. خلنا نبدأ. ار اكس 8 واجهة أمامية عملاقة، بتلاحظوا كمية الكروم اللي موجود بالسيارة، بتحس مراي، ممكن تشوف نفسك فيها، ممكن تشوف روحك فيها. الإضاءات الأمامية، الإضاءات النهارية كامل LED مع فوق لايت بإضاءة رباعية مميزة جدا. طبعا شايفين الكروم بالهوية التصميمية موجود بكل مكان بالواجهة تحت الRX 8. سيارة عملاقة، فتحات التبريد واصلة معك لغطاء المحرك بالأعلى، وأيضا مغطية بالكامل بالكروم، تماما مشابه للواجهة الأمامية. بكفي كلام على الواجهة الأمامية، خلنا ننتقل على جنب السيارة نخبركم أكثر على أبرز الخطوط التصميمية. من جنب سيارة RX 8 بداية نشوف الانتباه للتفاصيل. إطارات السيارة، طبعا النسخة اللي معاي أنا النسخة الأعلى، عم تيجي تتوفر بمقاس 20 إنش. نسخة الكومفورت تتوفر بمقاسات 19 إنش. شغلة جميلة مهتمين فيها بالتفاصيل، كل السيارات اللي بتيجي مع الام جي ار اكس 8 تتوفر باطارات ميشلان. طبعا النسخة الاعلى عم بتكون باطارات البريميسي. طبعا ميشلان غنية عن التعريف، من اكثر شركات الاطارات جودة في العالم. واحدة من الاشياء المهمة كمان راح تلاحظوا انه الاطار وهيكل السيارة نوعا ما مرتفع. السيارة بامكانك تدخلها للمي، تدخل فيها داخل المياه لحد 80 سنتي، فلا سمح الله صارت عندك سيول في مدينتك، امطار، ما تخاف إذا أنت معك RX 8، معك لحد 80 سنتي تعدي من المطر، وإن شاء الله أمورك سهلات وأمورك بسيطة. راح تلاحظ علامة النت بلو، هاي بتعطيك شوية إنديكيشن على موضوع توفير البنزين، ورح نتكلم عنها أكثر لما نطلع للطرقات. جنب السيارة، السيارة يا جماعة عملاقة، سيارة ذات 3 صفوف للمقاعد، تتسع لسبعة أو ثمانية أشخاص بكل أريحية. من جنب السيارة راح تلاحظوا معي في خط انحناء ماسك من الإضاءة الأمامية لا نهاية السيارة، عم يعطيها هيك بعد أكثر، عم يخلي السيارة تصير تحسها أعرض من السيارات العادية بالحجم هذا. من الجنب راح تلاحظوا معي إنه في دواسة تحت الأقدام عشان تسهل لكبار العمر، للأطفال، عملية الصعود والنزول من سيارة الام جي ار اكس 8. من جنب السيارة تلاحظوا الكروم محيط بالكامل على الزجاج والنوافذ، وأيضا الكروم عم بيكون مغطي مقابض الأبواب. السيارة طبعا أكيد كيلس إنتري، والدخول من غير ضغط ولا أي شيء من خلال المفتاح. جنب السيارة عم بتلاحظ المساحة، محور أمامي، محور خلفي، شوفوا المساحة اللي بينهم. السيارة حجمها عملاق، ارتفاعها عملاق. بكفي كلام جانبي، خلينا نحكي على التصميم الخلفي للام جي ار اكس 8. ار اكس 8 انتقلنا للتصميم الخلفي. أول شيء بلفت انتباهك الكروم الموجود مستمر بالتصميم من الجنب من الأمام، ومستمر معاك للخلف. شعار ام جي عم بيكون أصغر نوعا ما مقارنة بالمقدمة. الإضاءات الموجودة كلها إضاءات LED واضحة جدا. علامة الفور ويل درايف، السيارة توفر عندنا بنسختين، نسخة الفور ويل درايف للفول أوبشن السيارة اللي معانا بتجربة اليوم، وتتوفر أيضا بنسخة دفع خلفي للعجلات فقط. طبعا علامة الجي كي أوتو اللي هو الوكيل الحصري لسيارات ام جي داخل جمهورية العراق. السيارة مساحات التخزين الموجود فيها، طبعا مساحات عملاقة، سيارة 3 صفوف للمقاعد، الصف الثالث حاليا مرتفع، فراح تلاحظوا مساحة التخزين الموجودة تقريبا هاي المساحة، وفي عندي مكان تخزين بالأسفل. في حالة انه انا بدي انيم الصف الثالث للمقاعد، طبعا بكبسة زر بسيطة من خلال الحبل هذا بنشده زي ما انت شايف، وهي المقعد الثاني كمان، سحبة بسيطة. مساحة جدا ممتازة، مساحة تخزين جدا ممتازة لسيارة عائلية. خلينا نرفع مرة ثانية المقاعد، تبعون الصف الثالث لانه بنختبر لكم اياهم. طبعا شايفين يعني الموضوع جدا بسيط، من خلال الحبل هذا جدا بسيط عملية طي او رفع المقاعد، وتسكير الصندوق عم بيكون كهربائي. كانت هاي سيارة الام جي ار اكس 8 من الخلف، خلينا ننتقل معكم ونفرجيكم المقصورة الداخلية، تفضلوا معنا.
بدينا من الصف الثالث بسيارة الـ MG RX 8. الصف الثالث زي ما انتم شايفين معي بتسع على شخصيا. بصراحة يعني يفضل يكونوا أطفال. المساحة زي ما انتم شايفين يعني أنا طولي 1.83 متر، مش إنسان عملاق ومش قصير، متوسط طولي. مريح المقعد، ما عليه أي كلام، حتى حشوة المقاعد، في سندات للرأس، عليه آيزوفيكس المقعد، عندي حامل أكواب موجود بالمنطقة الخلفية، والسماعات واصلة للخلف، وفتحات التكييف واصلة أيضا للصف الثالث علوية عم بتكون. فمدلعين الجماعة، جماعة MG مدلعين الركاب تبعون الصف الثالث. المساحة ليست الأفضل مقارنة بالصف الثاني أو الدلع الأمامي. خلينا ننتقل للصف الثاني أفرجيكم إياه ونتكلم أكثر على أبرز المواصفات. طبعا عملية الخروج من الصف الثالث، المقبض هذا بسحبه للأعلى، شايفين درجة ميلان المقعد كيف بتصير، ومن قدبه للأمام هاي عملية النزول. طبعا تمنيت تكون أوسع شوي، ولكن سيارة وهاي فائدة الدواسة، تعطيك الوزن تبع جسمك كامل بنزل على الدواسة هاي، فأنت بترتاح وبتطمن وانت نازل من الصف الثالث. خلنا نختبركم مقاعد الصف الثاني بالRX8. هاي الدلع قارنها بالصف الثالث، طلع المساحة، شوفوا لنا الدلع الموجود بمقصورة الRX8، شوفوا لنا الصف الثاني للمقاعد. بداية اللون البيج العجيب، طبعاً المقاعد كلها بتلاحظوا عليها الدايموند ستيتشينج، مهوئة، عليها تقنية الآيزوفيكس، عندي مسند وسطي، شوف التخشيب الموجود، شوف الألوان تحت التخشيب، لون بني فاتح جميل جداً، حاملات للأكواب، مكان تخزين بسيط موجود بالمنطقة هاي. طبعاً السيارة تتسع لثلاث أشخاص بكل أريحية للصف الثاني، والسيارة تتوفر بثلاث خيارات مختلفة للألوان تحت الداخلية. في حالة أنك أنت ما كنت مثلي وبتحب اللون البيج، توفر السيارة بالخيار اللون الأسود. إذا كنت إنسان تقليدي عندك أطفال بيوسخوا دائما وبيعملوا لك حوسة بالسيارة، خذ الجلد الأسود. في حالة أنك لا والله بدك إشي كمان مميز، في عندنا لون الجلود البني، فعندك ثلاث ألوان داخلية. بالنسبة للسيارة الخارجية الRX8 تتوفر بست ألوان مختلفة خارجية. الأشهر بالعراق زي ما كانوا يخبروني حبايبنا بMG هو اللون الأبيض اللي منصوره لليوم، ولكن أنا في لون مميز شخصيا بالنسبة لي بحبه كثير اللي هو اللون الأزرق، راح تشوفوه هلا بالصور. المقعد الثاني شوفوا الدلع الموجود، التخشيب مو موجود فقط على المسند الوسطي، مستمر على الأبواب، عندي فتحات السماعات موجودة بكل مكان، الكروم، الدايموند ستيتشينج موجود حتى على البيبان تحت السيارة، عملية التحكم بالتكييف عندي وحدة كاملة موجودة بالمنطقة هاي، بسيطة أنيقة ولونها بالكروم وعليها إطار كرومي مرتبة ومدلعة. وبنفس الوقت بتشوف هذه المنطقة الكروم بس تسحبها للأعلى وتتفاجأ أنه فيها فتحة USB ومدخل الباور، وبطريقة أنيقة عم بيخفوها الجماعة لتكون هيك داخل جوا الديكور تبع السيارة من غير ما تعمل لك أي تشتت أو أي هيك لمسات غير أنيقة بداخل المقصورة. فتحات التكييف واصلة عندي للمقعد الثاني من خلال الفتحات اللي بالأعلى، وبصراحة كنت أتمنى تكون في فتحات مثلا على البي بيلر من هون نظرا أن حجم السيارة عملاق، ولكن الجماعة مو مقصرين، يعني في فتحات للصف الثالث زي ما شفتوا، هاي فتحات الصف الثاني، فتحة سقف بانورامية عملاقة، شايفين كمية الإضاءة الطبيعية اللي عم تدخل على سيارة الRX8 من الخارج. طبعا عندي خيارات الآيزوفيكس كمان لتثبيت مقاعد الأطفال نظرا أن السيارة عائلية بحتة. بكفي كلام، خلينا نفرجيكم الدلع المستمر بالمقصورة الأمامية، تفضلوا معنا. MG RX 8 من الأمام، خلينا بالله نشغل السيارة، شوفوا الجرافيك اللي بالشاشة، شعار MG، الشاشة الموجودة عملاقة، حجمها جدا ممتاز، فيها تقنية الأندرويد أوتو وفيها تقنية الأبل كار بلاي تاتش. شوفوا لي مثلا تقنية الكاميرات الموجودة بالمحيطة بالسيارة 360 درجة، وبإمكانك تحدد الزاوية اللي تصور فيها وتشوف الزاوية اللي بدك إياها. طبعا السيارة عليها أيضا اللين كيبينج أسيستنت، نظام المحافظة على خط المسار موجود، الحساس تبعه بالأعلى، وأيضا عندي رين سنسور حساس للمطر موجود بالمنطقة هاي، وعندي المراية الوسطية عم بيكون فيها الأوتو بيم زي ما أنتم شايفين، على أساس إنه في حالة في سيارات بخلفك مسرعين وعم بيعطوك ضوء عالي، تعطيك الأوتو بيم بتخفف من الوهج اللي ممكن ينعكس على عيون سائق السيارة. طبعا هاي مواصفات جدا سريعة، خلينا نستعرض بداية الكونسول الموجود هون. RX8 تتوفر بما انه السياره 4x4، فيها دبل ثقيل، فيها دبل خفيف، فيها عده وضعيات للقياده، عندي وضعيه للقياده على الثلج، وضعيه قياده رياضيه،
وعندنا أيضا وضعية قيادة على الحصى. عندنا هيل ديسنت اللي هو عملية النزول من المنحدرات، هاي ممكن أهل العراق خصوصا المناطق الشمالية شمال العراق، عندكم جبال ما شاء الله مرتفعة جدا، هاي الخاصية تلزمكم كثير أكثر من أهل بغداد. هاي في حالة أنت الجبال بدك تنزل ما في داعي تدوس دواسة البريك، في حالة استعمال الخاصية هاي السيارة بتعمل فرملة تلقائية وأنت بتتحكم بالسرعة بطريقة جدا بسيطة من غير ما أنت تحرق البريكات تبعون سيارتك. في عندنا فينجر بريك، عندنا أوتو هولد، هاي في حالة التوقف عند الإشارات المرورية أو إشارة ضوئية، توقف للحظات بسيطة السيارة بتعمل لحالها أوتو هولد، ما في داعي تدوس دواسة البريك. في عدة أزرار موجودين بالمنطقة هاي، واحد منهم مرسوم عليه زي ورقة الشجر، هاي الورقة هاي نظام فلترة الهواء موجودة بالمنطقة هاي. ام جي عم بتضيف على الار اكس 8 نوعين لفلاتر الهواء، فلتر هواء للمقصورة الأمامية وفلتر هواء للمقصورة الخلفية. شو بيعمل بالضبط؟ هذا عبارة عن فلتر بيمتص الهواء داخل المقصورة، بعيد بيضبط الأمور تبعته، بفلتره بالكامل وبرجع لك إياه لإلك ولأسرتك من غير الميكروبات ومن غير الشوائب. فيعني عملية دلع زيادة، أنت دافع حبتين زيادة على سيارة فخمة وفارهة وبتحاول تنافس سيارات أفخم منها، فعم بدلعوك بفلاتر هواء سواء للمقصورة الأمامية أو الخلفية. عندنا مساحات جميلة ومخفية بطريقة أنيقة، عم بتلاحظوا هون عندي حاملتين أكواب، عندي أيضا فتحة اليو اس بي تنتين، وعندي أيضا مكان تخزين موجود بالمنطقة هاي. طبعا هاي كانت زمان طفاية سجاير، بس هلا خلص ممنوع يصنعون طفاية سجاير. وهاي مفاتيح سيارة الـ RX8 من MG، مفتاح أنيق والله. والكروم نفس الشيء، شايفين التخشيب الموجود، كمية تخشيب بلون جدا جميل، هذا اللون البيج. منسكر هيك شوفوا النوب تبع الجير، الجير طبعا الموجود على السيارة هو من 7 نسب، تيبترونيك موجودين خلف عجلة القيادة. في عندي طبعا المكان الوسطي هذا المتعارف عليه، السيارة فيها 37 مكان تخزين بكل مكان، سواء بالبيبان أو بالوسط أو بالصف الثاني أو بالصف الثالث. أعتقد بكفي كلام داخل المقصورة، أكيد تحمستوا نجرب السيارة على طرقات بغداد ونشوف كيف أداء سيارة الـ RX 8 ونسخة التيربو الموجودة معنا. خليكم معنا. وانطلقنا على طرقات بغداد لنجرب سيارة الـ MG RX 8، أكبر سيارة SUV عند الصانع MG. طبعاً السيارة فول سايز SUV، يعني سيارة تتسع لست سبع أشخاص بكل أريحية، ولكن بصراحة لما تسوق السيارة ما راح تحس بالحجم العملاق تبع السيارة. مشية السيارة على اللفات، على المنعطفات، نظام التعليق الموجود على السيارة كمان نظام نوعاً ما طري كومفورت، ما بتحس أبداً بالقساوة وانت ماشي بالطريق. بالنسبة للمحرك اللي بتوفر على السيارة، هو محرك وحيد والمحرك الأهم، محرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو، عم بقولت قوة حصانية مقدارها 220 حصان، عزم دوران عم يصل ل 360 نيوتن متر من التورك. وكيل ام جي الحصري بالعراق جي كي اوتو عم بتيح للار اكس 8، عم بيعطيك اياها بخيار 6 سنين وفل ورنتي على السيارة او 200,000 كيلو ايهما اولا. فيعني خيار نوعا ما هيك بيعطيك طمأنينة كشخص ترغب بشراء سيارة من الوكالة. فست سنين أو 200,000 يعني أعتقد حتى كمن ناحية مسافة تعتبر جيدة جدا. السيارة ما بتتوفر غير بالمحرك هذا، المحرك الوحيد اللي هو 4 سلندر 2000 سي سي. بصراحة أنا شخصيا كنت أتمنى أنه يوفروها بمحركات 6 سلندر 3000 سي سي، كنت راح تحس أنه تسارع السيارة انطلاقتها، خصوصا إذا معك أسرتك داخل السيارة راح تحس إنه فيها نشاط أكبر بكثير من محرك الأربع سلندر تيربو. ولكن الجماعة مركزين على موضوع توفير البترول والاقتصادية بالاستهلاك البترول. سيارة الـ RX 8 تستهلك فقط 9.1 لتر من الوقود من البنزين لكل 100 كيلومتر بتقطعها، فيعتبر نسبة جيدة جدا اقتصادية لسيارة عائلية بالنهاية. فئة هاي من السيارات MG عم بتحاول تنافس فيها، هاي الفئة جدا مهمة، جزء كتير كبير من الناس اللي بيرغبوا بشراء سيارات عائلية جديدة وبعادة بروحوا بيشتروا سيارات كروس أوفر، عم بتحولوا للفئة هاي، فئة الصف الثالث للمقاعد. ليه؟ أغلب الناس بحكي لك في حالة إنه أنا يا أخي ما عندي الأسرة كبيرة، ما عندي عدد كبير من الأطفال، أقله أضعف الإيمان أنا بإمكاني أطوي الصف الثالث للمقاعد وخلص السيارة بتصير عندي مساحة صندوق كبيرة، خصوصا إنه عم بتصير الفئة هاي من السيارات المحركات تبعتها تماما مشابهة لمحركات سيارات الكروس أوفر. فمن المنطق تبع إنك تأخذ كبر حتى لو مش لازماك المساحة،
الناس عم بتفضل تروح أكثر لخيار الـ RX 8، مع العلم أنه أكثر سيارة مبيعاً بالعراق من سيارات الـ MG هي سيارة الـ MG 5 وليست الـ RX 8، نظراً أنتم عارفين فرق السعر بين السيارتين. كانت هاي تجربتي مع سيارة الـ RX 8 من الصانع الصيني MG. طبعاً إن شاء الله التجربة تكون عجبتكم. خلنا نرجع للاستوديو ونشوف صهيب شو محضرنا بفخرة سبيشل كار، نشوف شو السيارة المميزة اللي اختارها من بغداد على أساس تكون بطلة العضلات بامتياز بفقرة سبيشل كار. تحياتي لكم وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم بتجارب وسيارات مختلفة.